الروائي استاذ احمد مدحت. الو، الو، مساء الخير يا فندم، مساء النور دكتور احمد، ازي منورنا في حضرتك؟ علامة استفهام. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيكي هو واهلا بزيك. الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ الاهتمام لازم يطلب لازم يطلب. يعني طبعا. حضرتك من وجهة نظرك ان الانثى لازم تقول يعني للذكر انه انا محتاجة اهتمام؟ طب نقوله ازاي؟ ادينا تمام. روجيتا. طب هو ليه الانثى لازم تطلب؟ ما هو الراجل برضه لازم يطلب، يعني انا بتكلم على الاثنين. الاهتمام هو حاجه علاقه متبادله تماما، تمام. فلازم يعني زي ما الست محتاجه لهذا الاهتمام الراجل برضه بيحتاج هذا الاهتمام. لكن خلينا نقول الاول على السؤال انه الست تطلب الاهتمام ازاي. تمام. كل واحده يعني عندها من الذكاء ما يكفي انها تبقى عارفه مفاتيح الشخص اللي قدامها والشخص اللي بيشاركها حياتها، فهي اقدر واحده انها تكون هي، بس اهم حاجه انها ما تكونش فاقده الامل فيه او ما تكونش فاقده الامل في حياتها معاه. يعني الكاتب العظيم عندك روايه اللي هي بتاعه على ما افتكر، يعني انه حاجه ليها يعني حاجه ليها علاقه بالجفا وبال مظبوط بارتواء الحنان او حاجه كده. انا يعني هفتكر الاسم مظبوط. وانا بكلم حضرتك. ثلاثة فساتين ثلاثة لزهرة واحدة. لا، عنده رواية تانية، خريف لمأوى وعشق. وعشق. خريف لمأوى وعشق. افتكرت. طب تمام. الخريف ومأوى عشق ازاي بقى؟ قول لنا كده. خريف لمأوى وعشق طبعا هو كان البطل، العمل كان مرتبط بواحدة هي كانت متعالية شوية عليه، فهو كان بيطلب هذا الاهتمام، يعني تمام. فضل يطلب هذا الاهتمام طول الفترة اللي عاشوها مع بعض، وفي الآخر يعني توصل ان هو مش هيقدر يعني يكمل يهين نفسه أكتر من كده. بالظبط كده. فانسحب بقى. فانسحب بقى وابتدى الموضوع يتطور بعدين يعني. ولكن هي الموضوع برضو زي ما بقول انه يعني نقول الاهتمام يطلب ما يطلبش، ده سؤال. والسؤال التاني هو يطلب من مين الاهتمام؟ الاهتمام يطلب من مين؟ لازم يكون بيطلب من شخص يستاهل. لانه في ساعات الرجل لما الانثى تديله ود بزياده شويه فيقول يعني دلقه نفسها عليا، يعني لا ده اوفر قوي. بعض أيوة. الرجاله بيتخنقوا ساعات من اهتمام المراه صحيح. الزايد قوي، فبيحسوا ان هو خانقه. هل ده احساس يعني عند كل الرجال ولا بعضهم من وجهه نظر حضرتك؟ لا طبعا بعضهم، مش كل الناس زي بعضها. يعني في بعض الرجاله بتستحمل جدا انه مراتها تشتكي دايما وانها محتاجه الاهتمام دايما. في رجاله عندها هذه القدره على التحمل وعندها قدره على فهم هذه المتطلبات. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. حضرتك متزوج مظبوط؟ يا فندم مظبوط. طيب بتهتم بزوجتك ازاي؟ من غير ما تطلب ولا لما بتطلب حضرتك بتهتم؟ بتوصل لك ازاي يعني لو في نقص في الاهتمام شويه؟ والله بص، هو الموضوع اساسا يبقى قائم على انه الطرفين عايزين يكملوا مع بعض، فبناء عليه في يعني زي ما قلت الاستاذه ايمان كده ان يعني لازم نمد الجسر، واذا كان الجسر قصير من عند الرجل احنا نطوله شويه علشان مظبوط. الحياه تستمر. مظبوط جدا. هي النقطه انه الواحد بيبقى فاهم الحياه ماشيه ازاي، والاهتمام برضو كذا شكل. يعني الاهتمام اليومي مختلف عن الاهتمام الموسمي. يعني الاهتمام اليومي اللي هو ايه؟ نتصل طول النهار، لازم نطمن على بعض، انت فين، بتعملوا ايه، الدنيا تمام، ما هو الشغل الرجاله حلو. ساعات بيقولوا دي خانقه يا استاذ احمد، انت بتلاحقيني كل شويه وتقولي لي انت فين؟ ان الناس مش زي بعضها. تمام. وهي حست انه هذا الموضوع بيضايقه، خلاص بلاش منه، يبقى نهتم بشكل تاني. تمام. او نطلب اهتمام بشكل تاني. يعني تمام. اشكال الاهتمام على فكره لا تنفذ. أشكال الاهتمام لا تنفذ. في رجالة ما بيقولوش لمراتهم كلمة حلوة، ولكن حياتهم مع بعض في منتهى الحميمية وفي منتهى الهدوء وفي منتهى الاستقرار. هو ده اهتمام برضه. إذن يعني لازم نعرف نوعية وشخصية الرجل شريك الحياة، نشوف بالزبط. هو بالظبط، نعمل يعني استكشاف كده للرجل علشان خاطر نشوف أي نوع من أنواع الاهتمام اللي هي يعني تدعم الرجل اللي احنا عايشين معاه. شكرا صح. جدا يا استاذ احمد. انا بطلب من السيدات برضو، لان احنا دلوقتي في ظروف انتقاليه ليها انعكاساتها الاقتصاديه على الناس وليها الكلام ده كله، انا برضو بطلب من الستات ان هم يكون عندهم طول البال وعندهم الفهم للمشاكل. طب لحظه واحده بقى، انا عندي ليك مفاجاه حلوه جدا.
قبل ما ايوه تطلب للستات ما نشوف هتستقبل المفاجأة دي ازاي. الو الو، الو، مساء ازيك؟ الخير يا فندم. مساء النور. اهلا يا نهى، مساء الخير، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ منورانا وحبيبك معانا على التليفون. وهو كان بيدينا نصيحة كده ذكورية انتوا ويقول كلموها لنا الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش. تقولي قال لحبيبك ايه ايه على بقى؟ قال الهوا؟ ليه؟ بيطلب ولا ما بيطلبش؟ قول يا احمد اعترف، بيطلب ولا ما بيطلبش؟ انا قلت بيطلب. شفت بيطلب اهو، شفتي يعني وطى صوته ازاي؟ رومانسي طول عمره. طيب انت بقى يا حبيبتي يا نهى، لما بتطلبي منه الاهتمام، هي ايمان قالت بكتب له ورقه وبحطها في الكومودين، وانت بتعملي ايه؟ احمد ذكي جدا، تمام. بمجرد ان انا ابقى عايزه حاجه وابتدي يحس ان انا متضايقه، يحس ان انا محتاجاها، هو بيفهمها لوحده. هو يعني احمد بيركز معايا جدا، بيشوفني ستريس، يكون مضغوطه، ملامحي متغيره، طريقتي متغيره، متنرفزه قوي، اي حاجه هو ببساطه جدا بيقوم واخدني على جنب، مثلا ندخل الاوضه وانت في حاجه ربنا اعمل كذا يسعدكم، وكذا. ربنا حاجه حلوه، يسعدكم، حاجه انتوا حلوه لازم جايه. تقولي ضيوف على الهوا انتوا الاثنين. شايف الكلام الحلو ده؟ هو ذكي جدا فعلا في التعامل، وهو بيفهم قوي ان انا في حاجه مضايقاني، فهو بيحاول على طول من نفسه ان هو يغطي الموضوع او ان هو يصلحها. يعني رائع بصراحه جدا. ما بحاولش ان انا اطلب منه اهتمام غير في الحالات القصوى اللي هو ما بيبقاش قادر يفهم ان انا محتاجاها. يعني لكن الرجاله بتلتمس غير العذر الستات يا نهى، يعني لو مشغول بتلتمس بالظبط. العذر يعني بتقبلي بالظبط انه يعني يبقى في تقصير سنه من الاهتمام علشان في انشغال معين، مظبوط؟ بالظبط. كل ست ذكيه وفاهمه كويس قوي هل الشخص اللي قدامها دوت ما بيهتمش بيها لانه هو مشغول، ولا ما بيهتمش بيها لانه هو مقلل من قيمتها. والست الذكيه لا يمكن تقلل من قيمتها ابدا، ولازم تنسحب من العلاقه اللي بتحس فيها ان هي مهانه. ده يعني لازم يكون الراجل اللي قدامها مقدم لها شكرا جدا حاجه. لحضرتك، العفو، العفو. ولازم تنوروني على الهواء.